بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، بداية أرحب الإخوة الكرام جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاؤنا على خير. سيكون لقاؤنا إن شاء الله تعالى على مقاصد الشريعة وتوظيفها. سنتكلم عن المقاصد بداية في جلستين على الأقل، ثم تكون الأخيرة بعد ذلك للتوظيف. أهمية دراسة مقاصد الشريعة لا شك تتجلى في أكثر من جانب. علم مقاصد الشريعة كعلم في الواقع هو علم يعد من خاتمة ما تفرع عن أصول الفقه، وأمه الأساسية أصول الفقه، ولكنه غادرها وأخرج نفسه منهجا مستقلا. وحتى يكون العلم مستقلا يحتاج إلى عدة عناصر تجعله متميزا عما سواه: أن يكون له منهج خاص به، أن يكون له أعلام، أن يكون له مصنفات، وأن يكون له تاريخ. يعني إذا وجدت هذه العناصر الأربعة كان هذا النوع من المعرفة المدروسة كانت تشكل علما مستقلا. وعلم المقاصد تماما هو علم مستقل، لأن له تاريخا، ولأن له منهجا، ولأن له أعلاما، ولأن له مصنفين ومؤلفين قد كتبوا في هذا العلم. بناء على ذلك كله فنستطيع القول إن مقاصد الشريعة علم متكامل مستقل، وإن كانت نسبته إلى علم الأصول نسبة الولادة كنسبة علم الرجال إلى علم مصطلح الحديث، وأيضا كنسبة البلاغة إلى ما كان يعرف بعلوم العربية الأولى، ثم استقلت بعد ذلك وأخذت مناحيها المستقلة، وكانت هي أيضا من علوم الإعجاز تدرس في علوم الإعجاز، وحتى النحو أيضا كان من علوم الإعجاز، كان لضبط اللسان في العربي في قراءة القرآن. وبالتالي يعني المعرفة الواحدة تفرعت وهكذا ما تزال تتفرع وتتجزأ بشكل كبير جدا. اليوم هذا العلم في الواقع أخذ يعني بعدا مستقلا. ما أود أن أتناول في هذه العجالة هذه الموضوعات التي أمامنا: مدخل إلى علم المقاصد، فوائد هذا العلم، مصادر المقاصد، ترتيب المقاصد، الاختلافات الواردة في الترتيب وأخيرا توظيف مقاصد الشريعة. ما يتعلق في علم المقاصد، قبل أن أتناول ما يتعلق في تاريخيته ينبغي أن أشير إلى الماهية، لأن يعني تصور شيء هو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام، ويقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما هي المقاصد؟ لا أريد أن أعرف المقاصد بماهيتها، بل سأعرفها بمقابلها. هناك عندنا وسائل وعندنا غايات، والشريعة جاءت فيها وسائل وفيها غايات. أما وسائل الشريعة فكان الأحكام الشرعية، الأحكام بالجملة الشرعية والعقدية والأخلاقية، كلها هذه أحكام الكتاب والسنة. هذه الأحكام في الواقع هي وسائل، لكن وراءها غايات ومقاصد. فعندي الحكم وسيلة، وغاية الحكم هي المقصد. يعني من الصعب جدا أن تضبط الوسائل ما لم تكن لها غايات، وإلا كانت يعني مقصودة لذاتها، كانت مقصودة لذاتها، ومعروف اسمها وسائل، كيف تكون الوسيلة لذاتها؟ الصلاة ليست مقصودة لذاتها، إنما مقصودة لتنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو المقصد وهو الغاية، والتكليف والحكم هو الصلاة أو إقامة الصلاة. إذن لنربط ما بين مفردتين أساسيتين: الحكم وغاية الحكم، الوسيلة والغاية، الحكم هو الوسيلة والمقصد هو الغاية، وهكذا تترتب الأشياء في أذهاننا. إذا من ثنائية الوسيلة والغاية نفهم الحكم والمقصد. تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالأحكام، لكن هذه الأحكام لها غاية ومقاصد، وينبغي حتى تؤتي الأحكام ثمارها الصحيحة أن تسير وفق المقاصد. أما لو اعتمد على المقاصد من غير الأحكام فنحن اعتمدنا على دين باطني، يعني كمن يرى أن لماذا نصوم؟ طالما المقصود الإحساس بجوع الفقراء والمساكين أنا أحس به من غير أن أصوم، وبالتالي أنا لو تمسكت بالمقصد من غير الحكم هذا جائز. هذه باطنية،
هذا دين باطني لا يقبل بالإسلام. الإسلام تعبدنا بالوسائل وتعبدنا بالغايات، فالوسائل يجب أن تكون شرعية والغايات يجب أن تكون شرعية. علم مقاصد الشريعة في الواقع يحتاج قبل أن نعرفه إلى توصيف، إلى توصيف. يعني هناك فرق بين التعريف والتوصيف. التعريف هو في الواقع بيان الماهية بالجنس والحد، أو بالجنس والفصل، بيان الماهية بالجنس والفصل، هذا اسمه التعريف. طبعا هذا مصطلح التعريفات التي استقرت مؤخرا، مصطلح التعريفات التي استقرت مؤخرا، أما من قبل في الواقع لم يكن التعريف على هذا النحو، كان التعريف بصيغة أخرى، كان التعريف بصيغة أخرى. الآن التعريفات أخذت يعني نوعا من شو بدي أقول، يعني كانت كما يقولون معرفة بالمعهود في الذاكرة، بالموصوف ما بين أهل الاختصاص. أما الآن فأصبحت معرفة بالجنس والفصل، الجنس والفصل اللي هو يعني كل الجنس هو الكتلة العامة للتعريف. طبعا أنا عبت لها بالجهاز شوي، أنا عرفنا قمت بخطأ، يبدو ما نعرف كيف بدي أتراجع عن هذا الخطأ. أي نعم، أي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أعود إلى الجنس والفصل. عندما كانت التعريفات في البداية كانت بين أهل العلم الكبار كانوا لا يحرصون على تدقيق المعلومة على طريقة المناطقة بالجنس والفصل، لأنهم يتحدثون علماء بعضهم مع بعض، وبالتالي فهناك معهود ذهني بينهم مشترك. فلا يحتاج عندما تعرف شيئا أن تقول مثلا أنا أعني مثلا بالأداء الوصف الفلاني، وأعني بالقضاء الوصف الفلاني، يقول كلمة أداء وقضاء في أثناء الشرح ولا يقف عند تعريفها لأنها معهودا في الذهن. وإذا عرف يتكلم في المعهود في الذهن، فلا يضع قيودا زائدة، لأنه يتكلم مع اختصاصية. عندما تمنطق العلم دخلنا في علم في ثقافة الجنس والفصل. الجنس والكتلة العامة للتعريف، أريد أن أعرف السيارة، الكتلة العامة للتعريف، هل السيارة طعام؟ هل السيارة شراب؟ هل السيارة غذاء؟ هل هي لعبة؟ ما السيارة؟ السيارة وسيلة نقل، إذن هذه الكتلة العامة للتعريف، هذا جنس. تمشي على الأرض، إذن وسيلة نقل مو على الماء وليس في الهواء، هذا أول، هذا فصل، هذا قيد. على الأرض، على الطريق، إذن ليس على السكر، هي ليست لا مترو وليست ترامواي، وإنما هي تمشي على الطريق وليس على السكة الحديدية. طيب بأكثر من 3 عجلات، إذن مش بثلاث عجلات، لا هي متسيكل لا بعجلة ولا بعجلتين ولا بثلاث، وتمشي به فوق 3 عجلات. إذن كل قيد أذكره يسمى فصل، وكلمة وسيلة نقل هي الجنس، فالكتلة العامة للتعريف تسمى جنسا، والقيود الواردة عليها تسمى فصولا. هذا التعريف بالجنس والفصل. أما التعريف بالوصف ولا مو جنس وفصل، بعرفه بوظيفته وبعرفه بغايته. يعني السيارة تنقل الناس، هذا وظيفة، هذا مو تعريف، هذا توصيف، هذا توصيف. السيارة اختراع متطور اختصر لنا المسافات، هذا توصيف، هذا ليس تعريف، وهكذا. إذن عندما أتكلم عن خصائص الأشياء غير عندما أتكلم عن الجنس والفصل الماهية الأساسية والقيد الوارد على هذه الماهية. اليوم لما ذكرت لكم أحكام وسائل وغايات، أحكام ومقاصد، هذا اسمه توصيف. إذن توصفت عندنا مقاصد الشريعة، فما تعريف مقاصد الشريعة؟ نريد أن نتعرف على المقصد من حيث الجنس والفصل، ونريد أن نتعرف على مصطلحات ذات الصلة والتاريخ هذا العلم، هذا كله في المدخل. وإلا أي علم ينتمي علم المقاصد، وما المباحث التي ولدته في هذا العلم؟ الآن ذكرنا في التوصيف ما يتعلق بالصلاة، وإنها من أعظم التكليفات، وإنها شرعت لتنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي الأحكام الشرعية جملة من التكليفات الموجهة للعباد، ليس كل حكم مقصودا بذاته، الحكم وراءه شيء، وما وراءه هو المقصد، ما وراءه هو المقصد.
ومن ثم فنحن أمام تعريف بالوظيفة وبالمقابل. الآن تعرفها بالجزء الفصل، ما هي المقاصد؟ المقاصد هي المعاني التي من أجلها وضعت الأحكام الشرعية، المعاني التي من أجلها وضعت الأحكام الشرعية. أنا أمام في الواقع شيء يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يخاطب عباده وأحكم شرعه، وأحكام الشرع يقتضي أن يكون هناك وظائف لهذه التشريعات، فتحديد وظائف هذه التشريعات في الواقع هو المقاصد، وبالتالي المقاصد هي تعبير عن إلهية هذا التشريع وعن صلاحية هذا التشريع لأن يكون حاضرا لكل زمان ومكان، ومن هنا كان أهمية دراسة هذا العلم. فالمقاصد هي المعاني التي من أجلها شرعت الأحكام. لماذا؟ جواب لماذا هو المقصد؟ لماذا هذا السؤال؟ جوابه هو المقصد. لماذا شرعت المضمضة؟ لماذا شرع النكاح؟ لماذا شرع تحرير العبيد؟ لماذا شرع مثلا الإيمان بالله وإن كان هذا ليس حكما فقهيا؟ لماذا وجب الصدق؟ ولماذا حرمت الخيانة؟ ولماذا استحب أكرام الضيف؟ هذه كلها أحكام أخلاقية أو تشريعية أو اعتقادية، وراءها معاني، وراءها أشياء يعني الشارع الحكيم أوجب هذه الأحكام بناء على مقاصد معينة. وبالتالي أقول إن المعاني التي شرعت لها الأحكام تسمى مقاصد. لو حللنا التعريف نجد عندي كتلتين متغيرين، الكتلة الأولى معاني، معاني، الكتلة الثانية من أجلها وضعت، من أجلها وضعت، فهي معاني وأجلية غائية، واضح؟ هي معاني غائية. إذن أستطيع أن أقول المقاصد هي معاني غائية، وبالتالي غائية لماذا؟ للأحكام، غائية للأحكام. مثال: الإعفاف هو المعنى الذي شرع من أجله الزواج، الإحساس بحاجة الفقراء هو المعنى الذي شرع من أجله الصوم. إذن في عندي شيء شرع: الزواج، الصوم. المعنى الذي من أجله جاء هذا الشرع: الإعفاف في الزواج والإحساس بحاجة الفقراء في الصوم. هذا تبسيط مدرسي للمقاصد. الآن خليني أبقى مع التعريف نفسه: المعاني التي من أجلها وضعت الأحكام الشرعية. طبعا أظن أن هناك اللوحة مشيرة، أنا عم أشرح وظني أن اللوحة مشيرة. نعم، فالمعاني التي من أجلها شرعت الأحكام، فأنا أمام معاني متغيرة وأحكام أيضا متغيرة. إيش أقصد بالتغير؟ لها أنواع. إيش أقصد بالمعاني أنها متغيرة؟ لها أنواع. فالمعاني لها أنواع والأحكام لها أنواع، تتأثر الغايات بهذه المعاني وتتأثر هذه المعاني بهذه الأحكام، فأنا أمام متحولين: المعاني والأحكام. أنا أمام متحولين: المعاني والأحكام. هذه المعاني، هذه المعاني قد تكون علل وقد تكون حكم تشريعية، وقد تكون يعني مصالح، وقد تكون معاني تأسيسية، معاني كلية ومفاهيم تأسيسية. يعني بمعنى قد تكون أشياء صغيرة، جزئية صغيرة، كعلة حكم، كمنع الغرر علة لحرمة بيع المعدوم. لا يجوز بيع المعدوم، ولا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع حبل الحبلة، يعني ذرية الذرية من أبناء المواشي، غير موجودة معجون. ليش؟ مشان الغرر، ممكن تموت هذه الأم، تموت وأنت لم تشتري الأم، تشتري ما وراءها. وين راح عقد البيع؟ ما يعني عقدك في هذه القضية أين ذهب؟ الباقي ذهب مع الريح. ليش؟ لأنه أنت لم ترتب القضية ترتيبا صحيحا، وتقع بغرر بسهولة. فمنع الغرر علة لحرمة بيع المعدوم، هذا علة وهو مقصد في الوقت نفسه، وقد يكون حكمة كحماية الضعفاء، حكمة لثبوت خيار الغبنة مثلا.
كان رجل يخدع في البيعات، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ذلك، فقال اني اغبن في البيعات او اخدع في البيعات، فقال اذا بايعت فقل لا خلابه ولي الخيار ثلاثه ايام. ما الحكمه من هذا الخيار؟ فقل لا خلابه اي لا خديعه، ولي الخيار هذا اسمه خيار الغبن. هذا الرجل مثل يعني لماذا شرع الشارع الحكيم له هذا الخيار؟ لحمايته، لحمايته. هذه حكمة وليست علة طبعا، وسنستبين بعد قليل الفرق بين الحكمة والعلة. فإذا أنا أمام حكمة وأمام علة، هذه معاني يعني تعبر بشكل كامل عن المقاصد، المعاني التي من أجلها شرعت الأحكام. شرع بنع الغرر، عفوا شرع حرمة بيع المعدوم لمنع الغرر، وأيضا شرع خيار الغبن حماية للضعفاء في العقد، وهكذا. هذا حكمة وذاك علة، وسنستبين الفرق بينهما بعد قليل. ثم نأتي إلى هذه المعاني قد تكون علة، حكمة، مصلحة. المصلحة هي في الواقع جلب منفعة ودرء مفسدة، فهي معنى جرثومته، يعني جوهره المؤثر، يقال له جرثومة. جرثومته ما يتعلق بالصلاح، بالنفع. الحكمة جرثومتها تختلف، سنأتي على تفصيل ذلك. والعلة جرثومتها تختلف، تتقاطع هذه الأشياء بعضها مع بعض، لكن الأصوليين من طبيعتهم أنهم يذكرونها على وجه الاستقلال والفصل، بمعنى أن هذا مستقل عن هذا، وهذا مفصول عن هذا، وبالتالي كل مصطلح له دلالته الخاصة، وإن تقاطعت مع غيره تلتقي ب 10% ب 20% ب 15%، لأنهم يتميزون بشدة الدقة في اصطلاحاتهم. إذن هذا المعاني، المعنيين الأول والثاني. المعنى الثالث المصالح، مثل إيش؟ جلب منفعة اختيار الجار في تشريع الشفعة. الشفعة في الواقع هي بيع قسري على الجار، بمعنى على الشريك. لو افترضت أنا لي شريك في عقار، بدي بيع عقاري، أول من يحق، من يجب علي، مو يحق، من يجب علي أن أبيعه هو الشريك بثمن المثل، حتى ما ورطه أجيب له جار سيء يقول يا جاري أنا رح بيع والأرض بتسوى 100,000، فبيقول لك والله أنا ما بقدر أدفع 100,000، شوف غيري. إذا سقط حق الشفعة، أنت سويت لي عليك، أو قال لك لا أنا لي خلاص باخذه 100,000، علي 100,000، توكل على الله. ولو أنك بعته من غير أن تستشيره، له الحق أن يرفع ذلك إلى القاضي، والقاضي يلزمك بثمن المثل، والقاضي يلزمك بثمن المثل، لأنك أدخلت على ملكه شخصا قهرا عنه، هو أبلانك شريك، بس يمكن الآخر مو أبلان فيه. لذلك قال أبقى حرية اختيار الجار أو الشريك في الشفعة، هذا مصلحة في منفعة. المعنى التأسيسي في الواقع، أو المعنى الكلي أو المفهوم التأسيسي، هي المعاني التجريدية. يعني هذا بيكون كلما كبر الحكم كبر المعنى المقاصدي. لما بتكلم أنا عن بيع المعدوم مسألة جزئية، بيع المعدوم مسألة جزئية، أنا بتكلم عن إيش؟ عن علة، المعنى يكون صغير، أو حكمة ربما. وإذا كبرت شوي بده يكون حكمة أو مصلحة. يعني مثل الإعفاف هي المقصد من الزواج. الزواج حكم كبير، يعني تحته 100 مسألة، 1000 مسألة، 500، مش 1000 عفوا، يعني عدد من المسائل كبير تحت الزواج. الخيارات، باب الخيارات تحته شيء كبير من المسائل، وبالتالي يعني بيكبر من علة إلى حكمة، أو ربما يكون مصلحة أحيانا. لما بتكلم عن الفقه كله مش عن باب واحد، أول شيء كنت أتكلم عن مسألة اسمها بيع المعدوم، ثم تكلمت عن باب اسمه نكاح، ثم تكلمت بعدين عن الفقه كله، فجاء لمصالح خمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الأرض، حفظ العقل، حفظ المال. فهذه اسمها المصالح، جاءت أكبر شوي.
لما بنتكلم أنا مو عن الفقه، عن الدين كله، لماذا جاء الدين تشريعا وعقيدة وأخلاقا؟ نحن نعرف أن الدين فيه أربعة جوانب أساسية، فيه الأخلاق وفيه التشريع وفيه أحكام المعتقد العقيدة، هذه كلها أحكام جزئيات، هذه الثلاث فيه كليات هذه القضايا تسمى بالتصور. فمقاصد الدين كله لابد أن تكون مجردة كلية تعطي مفاهيم. ليش جاءت الشرائع؟ شو أصدق الشرائع؟ الفقه؟ لا، مو الفقه، الفقه هو العقيدة والأخلاق. ليش جاءت؟ لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الدين جاء من أجل العدل، فالعدل معنى تأسيسي تجريدي كلي، جاء مقابل حكم كبير اسمه الدين كله. الدين كله حكم، الفقه كله حكم، النكاح حكم، اشتراط الولي حكم، لكن هذا حكم جزئي، هذا حكم خاص، هذا حكم كلي، هذا حكم عالي. وبالتالي تتنوع أنواع المقاصد بتنوع الأحكام، المعاني التي من أجلها شرعت الأحكام، هذه المعاني الأربعة، فأنت يقابلها أربع أحكام، يقابلها أربع أحكام. هنا دخلنا في نشأة النص. أين؟ طيب اللوحة ليست موجودة عندي، لعلي في اللقاء القادم أكون جهزتها. هناك في هرم أنا أضعه عادة، أضع في قاعدة الهرم الأحكام الجزئية، ثم أصعد درجة فأقول هذه الأحكام المتماثلة للصلاة متماثلة في 50-60-100 مسألة، ثم أصعد على فأقول الفقه، أي اسمها أحكام أكبر، ثم أصعد فأقول الدين رأس الهرم، الدين رأس الهرم، تحت الفقه هو التشريع، تحت أبواب التشريع، تحت مسائل هذه الأبواب. يعني الأول يسمى حكم جزء، الثاني يسمى حكم خاص، هو يعني أحكام المتماثلة يسمى أحكام خاصة، ثم تأتي الأحكام الكلية، أحكام أبواب الفقه كليا، ثم نأتي بالدين فتصبح عندي الأحكام العالية، تقابلها مقاصد. المقصد الجزئي يقابله، عفوا، الحكم الجزئي يقابله مقصد جزئي، الحكم الخاص يقابله مقصد خاص، الحكم الكلي يقابله مقصد كلي، العالي يقابله مقصد عالي. يعني بمعنى النقص، هذه المعاني الأربعة تشكل ماتريكس مصفوفة تتغير مع مثيلاتها. شو الفرق بين المصفوفة بين الجدول؟ الجدول فيه متحول واحد، المصفوفة فيه متحولين طولا وعرضا مرتبطين مع بعضهم. الأحكام أربع أنواع، المعاني أربع أنواع، كل نوع مربوط بواحد، فصار عندي X و Y مرتبطين مع بعض. إذا فقط X صار هذا اسمه جدول، أما X و Y بيتغيروا مع بعض صار اسمه ماتريكس مصفوفة. أنا عندي الآن، عندي الآن أنا مصفوفة، عندي الآن أنا مصفوفة من خلال التعريف. المعاني بطلع عندي أربع معاني، علل، حكم، مصالح، معاني تأسيسية. أحكام بطلع عندي أربع أصناف من الأحكام، أحكام جزئية، أحكام خاصة، أحكام كلية، وأحكام عالية. طب شو الأحكام الجزئية؟ المسائل الخاصة. شو الأحكام الخاصة؟ مسائل الأبواب، يعني أبواب الفقه الأساسية بالطول أو بالعرض. بالطول يعني عندي باب اسمه العبادة، الصلاة اللي فيها العبادات، فيها الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. عندي أحكام الجهاد، أحكام المعاملات، عندي أحكام الطلاق، عندي أحكام الزواج، عندي أحكام الهبات، عندي أحكام القضاء، وهكذا عندي أحكام الجنايات، عندي أحكام المواريث، اسمها أحكام متماثلة. مقاصد هذه الأحكام اسمها المقاصد الخاصة، مقاصد أحكام الجزئية اسمها المقاصد الجزئية، طب مقاصد الفقه اسمها المقاصد الكلية، مقاصد الدين كله اسمها المقاصد العالية. طيب المقاصد الجزئية علل، غائية أو حكم، المقاصد الخاصة طب الأبواب، حكم أو مصالح، المقاصد الكلية اللي هي مقاصد الفقه مصالح فقط، المقاصد العالية هي مفاهيم تأسيسية. شو معنى مفاهيم تأسيسية؟ تتميز بالتجرد والعموم، تتميز بأنها مفاهيم كبيرة تبنى عليها مفاهيم جزئية. لا يمنع أن هذه المفاهيم قد تستخدم أحيانا في في في
في قضايا جزئية مثل إيش مثلا؟ لما بقول العدل، العدل أعلى مقاصد الشريعة، العدل أعلى مقاصد الشريعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، عفوا القرآن يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقيام الناس بالعدل هو الأساس الذي جاءت من أجل الشرائع كلها، فهو أعلى المقاصد. ومثل ذلك الحرية من أعلى المقاصد أيضا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما معنى منفكين؟ ما معنى بينة؟ البينة هي الشريعة. منفكين متحررين كما في فك رقبة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أحرارا حتى جاءتهم الشريعة فحررتهم. فالشريعة جاءت للحرية، طبعا الحرية مفهومها والعدل مفهومها، ولا يوجد شيء بإطلاق ولا عند أي أمة من الأمم. اليوم لو تتكلم أنت عن الحرية في أوروبا، يا هذا تشيل قضية لها علاقة بالسامية، معاداة السامية خارج إطار الحرية عندهم حسب ما ثقافتهم وما تشترط. ونحن عندنا أيضا كمسلمين عندنا قيود على الحرية وقيود على العدالة وقيود على أشياء كثيرة، لكنها كمفهوم مجرد مقصود وراءه الشرع. فمثلا العدالة، نقول العدل بين الأولاد في الهبات، هذا مقصد جزئي، لأنه ما اسمه العدل، العدل بين الأولاد في الهبات صار جزء، العدل بين الزوجات في القسم صار اسمه جزء، العدل بين المتخاصمين في القضاء جزئي، ارتبط في مسألة الخصومة في القضاء أو القسمة للزوجات أو توزيع الهبات على الأولاد وهكذا. فيمكن، فلا يقال أنه كيف العدل يكون مقصدا عاليا ثم يكون جزئيا، لا يكون مجردا جزئيا، سيكون مقيدا وهكذا.